سنعمل أولا على تصفيه الطريق العام. كذاب 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 يا ابي شوم عليك كذاب انت كذاب 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 انت كذاب يا شباب يا اهل الضيعه هذا الزلمه كذاب لا تصدقوا كله بيجوا بيكذبوا علينا وبيروحوا كذابين دول العمى بقلبه مين هالمجنون هذا؟ وانت قلت يا سيدي هذا مجنون ضيعتنا ابو كعكه زلمي على البركه وما على لسانه رباط قسما بالله يا سيدي قسما بالله انه نهفه وحكياته مسخنين وكلامه مهضوم يا سيدي لك شلون كلامه مهضوم؟ الزلمه قال عني كذاب يا سيدي سطح هو اذا كان مجنون يعني ماشي الحال مو مشكله ما راح كبر القصه بس المصيبه لو كان عاقل صدقني وقتها كنت خربت بيته وجعلته عبرة لمن يعتبر روح لك روح روح بابوري رايح رايح بابوري جاي بابوري محمل سكر وشاي بابوري رايح رايح بابوري جاي بابوري محمل سكر وشاي ولك شو هاد يا مختار؟ ابو كعكه رح يخرب لنا الاحتفال شو بدنا نسوي يا سيدنا الجنون فنون لك ما بصير هيك يا اخي شو فنون ومنون انت تاني ضبوا بشقرنا احبسوه صحيح مجنون بس مو حلوه نسمع مسبتنا بايدنا ونسكت مالنا قاعدين بالهايت بارك نحن سيدي بسيطه تسعيرته معروفه هلا بنعطيه 100 ليره وبيمشي الحال حاجة وكفاها الله ملينا من الكذب والله وعودا كلها مكشوفة خاف الله فينا خاف الله خاف الله فينا خاف الله خاف الله فينا خاف الله هيك ها هيك ها هيك هذا هو الدواء شافي لانه الدراهم كالمراهم حطها على الجرح بيبرى الله يديم نعمه اذا سمحتوا يا اخوان هدوءا شوي وشكرا لابو كعكه يلي لطف لنا جو الاحتفال